ايش رايك حبيبتي؟ باكر نروح نشتري غرفه حق البيبي. شوفي نجله، انا ما انكر ان انا غلط وغلط وايد بعد وجرحتك، بس قاعد احاول اصلح غلطتي كثر ما اقدر. انت وايد قاسيه علي، مو متقبله مني ولا شيء، ما ادري شو اسوي. شو اسوي؟ قولي لي شو اسوي. لا تسوي شيء، مشكلتك انك معتبر اللي صار نزوه ومرت، بس انا غير. انا ما اشوفها كذي، انا اشوفها شيء كبير، شيء صعب اني انساه واتخطاه، صعب جدا. انا حاس فيك ومقدر مشاعرك، بس بسأل سؤال واحد، لمتى احنا كذي؟ يعني لمتى انا انام بالصاله؟ لمتى هذا الجفه؟ جفه؟ زين خليك من نومه الصاله، انا محتاج على الاقل اقعد معك، اسولف، اتغزل، اضحك معك. انا حتى ما اقدر اطالعك، مانعتني اني اطالعك. انت تتكلم من كل عقلك؟ اذا انت تفكر كذي معناته اني مقروده. لا، ومو بس مقروده، الا طايحه بحفره كبيره، حفره وما يطلعني منها الا رب العالمين. نجلة عيسوى ندق عليك، ترى جهازك طافي، أول ما تسمعين هالفويس دقي عليه على طول، ندى بالمغفر. نبيلة، اتصلنا على وجهها كثير، تليفونه مغلق. مشكورة سيستر، أي تطورات بالحالة بلغيني على طول. تمام، حاضر، شكرا.